ولالات داك بالام بالاربي الاربي ظلمنا والله غير ظلمنا الاربي الاربي ظلمنا قباله الاربي والله داش عمرها ما سراس فيك يزيد لك 9 دقائق ونزيد لك 6 دقائق ولا لا لاعب معاهم كيقول لهم ربحوا الحمد لله ربي معانا وهذه هي 1 2 3 فال الجيري ولا نديو حنا لاكو ان شاء الله يا رب او الفوز لينا بيان سير سامحونا خوزنا التوانسه مي قعدوا خاوه خاوه الروح الرياضيه بدو الحمد لله ربح علينا شكون خوتنا التوانسه مبروك عليهم هما خلاف لاكو على فينال هكذا ان شاء الله نبداو الروح الرياضيه خاوه خاوه وغاية أجواء رياضية هذه مع خوتنا غاية هنايا الحمد لله العكوبة الماتش مع تونس إن شاء الله نهار السبت وإن شاء الله الفوز راح يكون من نصيبنا واتو تريبي فالاجيري فرحنا بالليل اليوم فرحونا كاع فرحنا بونجع بصح بونجع لازم تنطريني مليح شوية المهم بالليل شوف مباراة كانت شوية واعرة احنا الحمد لله ليسونسيات كالي فينا مالغري كان شوية ستريس والآخر بصح الحمد لله ان شاء الله العكومة ان شاء الله نديو الكاس هذه ونفرحوا كاع وان تو سي في فرجي تحيا بلاي يعطيك الصحة يا بلايلي بارك الله فيك وان تو سي في فرجي كونتر الكاطا ان شاء الله العكومة الكاس نديوها ان شاء الله